السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ تشان جيم بالعربي، معاكم حلقه جديده مع فيفا 18. اول حلقه فيفا 18. انا عارف ان احنا اتاخرنا كتير وناس كتير منكم استحملت او استنت كتير علشان نلعب فيفا 18. المفروض كنا نلعبها من 10 ايام فاتوا تقريبا قبل ما تنزل كمان، بس انا بعتذر لكم. فكره ان انا غير من على لابتوب لاكس بوكس فكره كنت فاكرها سهله، وكنت فاكر الموضوع هيبقى بسيط، بس الموضوع طلع لي تظبيط مختلف شويه عن اللابتوب. اللابتوب موضوع بسيط جدا، تشغل الجيم، تشغل برنامج بيسجل سكرين، خلصت الحكايه. لكن الاكس بوكس الموضوع طلع حكايه تانية، مش صعب على حاجه، لكن لازم يبقى عندك كابتشر كارد وتظبط الدنيا بشكل مختلف. فده قبل ما ظبطت الدنيا ديت خدت مني وقت، ولسه طبعا ده مش الفاينل بتاع الكواليتي بتاع الفيديو، ده مؤقتا لحد شويه حاجات كده تتظبط، وبعد كده الكواليتي بتاع الفيديو هيبقى فول اتش دي ان شاء الله 1080 بي. ده هيبقى يمكن زي كل الكواليتي بتاعت الناس اللي شغال على اليوتيوب وبروفيشنال شويه. واحدة الواحد بيظبط الدنيا. نرجع بقى تاني فيفا 18. احنا طبعا كل الناس كتبت في الكومنتات اللي فاتت خلينا مع فيفا 18، خلينا مع أليكس هانتر، وخلينا مع ممكن كارير المهنة الجديدة او الكارير اللي موجودة عندنا. احنا عندنا حاجتين كالعادة، مدرب وعندنا لاعب. فانا بفضل في موضوع اللاعب ده ان احنا لو انتوا اخترتوا ان احنا نعمل كارير لاعب، احنا اوريدي هنمشي في كارير بتاع هانتر علشان نخلص. وانا ندمان بصراحه ان انا ما كملتش هانتر في 2017، لان انا مش عارف القصه انتهت على ايه، ومش عارف هنبدا منين. يعني احنا كان المفروض ان احنا نكمل على الجزء اللي احنا لعبناه، فانا مش عارف ازاي هنلعب الجزء الثاني. هل هياخدنا بقى على النادي اللي احنا رحنا له الجديد، او هنختاره، او هيكمل جزء من القصه؟ ده اللي هنشوفه. مهنه لاعب، مهنه مدير فني، ان احنا نختار نادي هندربه زي ما كنا بنعمل مع مانشستر يونايتد. ولعبه مهنه لاعب اكيد هنبدا بحد، بس احنا عايزين لو هنختار مهنه لاعب بالاضافه للكارير بتاع هانتر هيبقى لاعب وهمي من تخيلنا، بعيدا عن فكره ان احنا رمضان صلاح كوكا تريزيجيه، علشان ما يبقاش حد عايز حاجه وما تعملش. فلو هو بقى لاعب هيبقى لاعب وهمي نعمل الكارير بيه لو اخترناه. اوكي، هنبدا مع هانتر، دي اول حاجه عندنا. وبعد كده هنشوف في الكومنتات بتاعتكم هنعمل المهنه الثانيه مع هانتر هتبقى ايه. زي ما انتم شايفين المنيوز ما فيهاش اي حاجه جديده غير الشكل بس، يعني هي تقريبا هي الاعدادات بتاعتنا. اوكي، احنا ظبطنا السيتنج. احنا طبعا مش هنبدا 6 دقائق كتير قوي، هنخليه 5 دقايق عشان اول ماتش. في محترف عالمي اسطوري مبتدئ هاوي نص محترف عالمي اسطوري، خلينا عالمي مع اول ماتش بس عشان ايه نمشي الدنيا، تبقى الدنيا كويسه وبعد كده نظبط. اوكي، هاند بول مش موجود، لغه التعليق عربي، الحوار مش شغل احتراف عربي، ترجمه موجوده. اوكي، بيئه اللعب الحاجات ديت زي ما هي ما فيهاش اي تغيير. هنرجع تاني نخش على الستوري بتاعت أليكس هانتر ونشوف ايه الجديد فيها. اوكي، هنبدا مشوار جديد، نبدا مع بعض القصه وخلينا نشوف. اوكي، اول حاجه زي ما انا قلت احنا نختار طبعا. انا شفت جزء من اللعبه، انا جربت اللعبه بس عشان ما تقولوش ان انا عرفت ازاي. انا جربت شويه حاجات، شويه يعني خدت فكره عن اللعبه. فاحنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنختار نادي نلعب معاه. وطبعا انا شايف ان احنا فكره ان احنا نروح نلعب مع ليفربول هتبقى كويسه، بحيث ان احنا نلعب مع صلاح. بس ده برضو ممكن ياثر ان احنا ممكن نلعب مكان صلاح، او ممكن صلاح ما يبقاش موجود في التشكيله الاساسيه. فدي برضو فكره حلوه ان احنا يبقى الكارير بتاع هانتر وفي صلاح موجود معانا في نفس القصه. هنشوف صلاح. احنا كنا المره اللي فاتت لو اخر حاجه تاني انا افتكرها ان احنا لعبنا كنا مع ليستر، وبعد كده روحنا نيوكاسل اعاره في الدوري الدرجه الاولى. فاحنا نبعد عن ليستر خالص، تشيلسي من الانديه الثقيله، وعندنا ارسنال نني بس مش مهم ارسنال. خلينا ستوك رمضان حدش فاهم حاجه على رمضان بيلعب باك تقريبا، فيعني بتكر ان هو بيلعب في الوقت اللي مسجل فيه الحلقه دي، بس بصراحه ما بقتش اقدر اتفرج عليه وهو بيلعب دفاع او ما عادش زي زمان. مان يونايتد. اوكي، مورينيو، انا ما بحبش مورينيو بصراحه، فخلينا مع ليفربول. هنختار فين نلعب؟ اكيد على صلاح. لا طبعا،
اوكي احنا وسط مهاجم. اوكي عندنا مهاجم وليفت وينج ورايت وينج. اكيد هنلعب سترايكر مش هنلعب ليفت وينج لان احنا اصلا القدرات بتاعتنا ضعيفة جدا. فهنخلينا مهاجم. Previously on the journey. Come on, Alex. Go on, Alex. Take him on. Oh, what was that? Stay on your feet. اه المفروض ان هي تبقى بالعربي. Terrible. اوكي انا مش فاهم. انا شفت الفيديوهات اللي شفتها ان هم كانوا بيتكلموا عربي. ما اعرفش ليه. يمكن هيتكلموا عربي بعد كده. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. انا فاكر اللقطات دي كلها. Wait, dad. Bison. Two into one, do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. Hey, you, Williams. Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino. Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker. You two got all buddy-buddy down in the Championship, did ya? There he is. Only 17 and already achieved what most players never will. Cup final next week. I'm ready. Come on. Tell you what, next time I see you, he'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mama has my new number. كان يعني الفوتج الاخيره او الكات سين الاخيره ديت مفروض ان هو ووكر اتخانوا مع بعض. انا مش عارف. اوكي احنا موجودين في البرازيل. مش عارف احنا بنعمل ايه في البرازيل بس خلينا نشوف. ايه العرخم ده؟ هذه ليست خطتي. اخيرا عربي. نعم يا سيدي هذا ما اريده. تاتي الى ريو ولا تشاهد بعض الحياه الحقيقيه. نعم شاهد بنفسك. كانت شوارع مثل هذه هي النقطه التي تعلم فيها بيلي، رونالدينيو، روبرتو كارلوس ونيمار. اجل ها نحن. الامر نفسه ينطبق في كل دول العالم. شوارع مختلفه لكن الاحلام نفسها. تماسك لا شيء يهزك صحيح؟ اوه نعم انا احب اللغه العربيه الفصحى. اسطوره ربما سالعب في ريال في يوم ما. اكيد هنلعب في ريال مدريد. تسدد ركله حره على طريقته ابدا. جينجي. انا يوجد شخص لا يعرف من انت. داني ويليامز نجم كبير في دوري تشامبيونشيب. فكرني بكابتن ماجد لما كانت بتيجي. ايه كوتينيو الصغير ده؟ لا اخي اكيد اخو كوتينيو في البرازيل. يريدونك ان تلعب. يلا ميشو هنلعب. اوكي هنلعب خماسي خماسي ثلاثي. ان ياخذكم ايها الاطفال. والله انا مش عارف ويليام هو احنا لازم يبقى معانا حد وخلاص يعني. مره ووكر ومره ويليام فاش نبقى لوحدنا. اول ماتش لينا هيبقى في مركز شباب سانتوس. اوكي 3 على 3. مين اللي واقف عندنا في الجون ده؟ اوكي لا 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 ايوه بدي. يا سلام عليك. اوكي ايوه كده. دي جون مش جون يا ولاد اللذينه. اوه اقفل احنا واقف عندنا عيل صغير. اوت سيب اوت سيب اوت يلا. اوكي شوف بقى. اوه الاولاني ايوه كده. تقولوا لنا بقى خماسي سداسي احنا موجودين. ايوه كده بره. هات يا حاج الكوره. ايه ده مش
معقولة يعني دخلت فينا ازاي دي؟ قوم يا عم قوم، العيال الصغير ده مش تعرف تعمل حاجة؟ طب بذمتك دي كورة؟ اوه ارجع لها في الجول. 2-1 على فكرة بقى شكلنا وحش قوي كده. لا انت مش هتشوط يا حمادة خلاص كده. كوندي اي حد غير العيال الصغير ده. ايوه كده عايزين نتعادل، فاضل قد ايه؟ دقيقة. اوه يا عم بتاعتنا، عايزين بقى كرة الهانتر بقى. بره برضو ايوه بقى عدي. طبعا الواد ده مش هشوط اي حاجه كده. بره برضو ويخرب بيتك. لا 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 ايوه كده عليهم عليهم دي. ويليام انت اسرع ويليام قوم. يعني يوم ما نقطع الكره هيكفي على وشه. فاضل 20 ثانيه عايزين نتعادل حتى. اوه خش بقى بره. لا 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 ده بيوقعني على فكره عشان خاطر ما لا لا ده قاصد. الحمد لله جبر. طب دي بقى عليهم المفروض يعني. بره برضو ثانية. وايه الوقت خلص. الوقت ايه عايزين يجيبوا جول في العافية. طب هو احنا كنا المفروض لازم نتغلب تقريبا يعني مش هنكس. ماشي يا كباتن. شكرا لك. تقبل لك. لعبت بشكل رائع. نعم مباراة جيدة. مباراة جيدة. مباراة جيدة. مباراة جيدة يا رفيق. شكرا. شكرا. كنت رائع. أجل أجل لا بأس لك، ربما يمكنك فعل هذا. حسنا هون عليك. مباراة رائعة يا رفيق. شكرا لك. خلاص بقى أنتوا بتسلموا على بعض زي ما يكون في اتفقنا على بيع النادي نفسه. تركناهم يفوزون أليس كذلك؟ أي نعم أجل بكل تأكيد. الطفل رينان لديه مهارات رائعة. أجل لكن هل بمقدوره فعل ذلك في ليلة ممطرة في ستوك؟ هيا من الأفضل العودة إلى الفندق. غدا رحلة العودة مبكرة. أجل لن نتأخر في أول يوم للمباريات. إذا هو مفروض جاي معنا ليفربول كمان. شخصيتك طبعا بناء على المحادثات اللي هتتم لازم تختار شخصيتك إيه. أوكي هادئ خلينا هادئين. تبدو بحاجة إلى ذلك. أوكي أي حاجة فلنجعله موسم لا ينسى يا أخي. خلينا نشوف يحصل إيه. هذا هو العام الذي سيعرف فيه الناس اسم ويليامز. لا مزيد يعني هو جاي مع ليفربول ولا جاي معنا فين بالظبط؟ لا مزيد من التخفي ولا لسه ليفربول هيتعاقد معنا؟ خلينا نشوف. أوكي إحنا المفروض وإيه اللي حصل؟ أوكي إحنا خلاص رحنا ليفربول على طول؟ اكيد في جزء من القصة مش باين لان احنا ما كملناش يمكن. تمام. اوكي اوبتمايزيشن بتاعتنا. اوكي احنا المفروض هنكمل كده مع ليفربول على طول. لو في حاجة بقى ناقصة في القصة بقولوا لي انتوا ايه اللي فاتنا. اوكي شكل الهدوم بتاعتنا تي شيرت اكمام طويلة هودي سراويل او حلوة الجزم ديت. اوكي احنا هنختار ايه؟ خلينا نشوف. اوكي هودي. لا مش عايزين هودي. هودي انا اختار هودي انا غير فحمي. نختار لون فحمي. اوه عالمي ده. طيب احنا اخترنا ايه؟ ده حاجة واحدة بس مش كذا حاجة مع بعض. طيب اوكي اخترنا دوت. ناخد الازرق الممزق اللي هو العربية دي تحفة. ده تريننج. قلت ده فيزون ولا ايه؟ حلو كده حلو كده حلو كده. اوكي مشكرين المظهر. او ايه هادي بس القصات ده ايه ده افرا ده ولا ايه؟
اوكي مفيش غير دي ودي. لا دي منعكشه قوي، خلينا مع دي. تاتو اوكي. اوه حلوه دي. اوكي خلينا نشوفه شويه. دي فين؟ يسار الرقبه؟ لا مش عايزين يسار، خلف الرقبه. او كراون حلو قوي ده، رجع عليه تحت. اوكي احنا كده شوهناه من فيه كفايه، حلو قوي كده كفايه. طقم او لا لا عادي قوي، لا مشدود مشدود. الخصر نحيف، خليه بره. الاقمام لا قصير، مش عايز حاجه طويله. او جزمه احلى حاجه في الموضوع، عايزين حاجه جولد. او او هي دي هي دي. اوكي زي ما احنا شريط، حطينا شريط احمر بعد اذنك. اوكي احنا كده خلصنا خلاص. فصل واحد تمام. هنتقدم هنشوف ايه اللي جاي. الحياه اوكي. ده نادي ليفربول، ساديو ماني اهو، وده فيرمينيو. اسمعوا، قضيتم الشهر على الشاطئ وحان وقت العوده الى العمل. في جوله الولايات المتحده سنواجه أفضل المنافسين في كأس الأندية الدولية، لذا لا أريد أي أحد منكم أن يلعب بلا فيرمينيو. خلاص أوكي احنا كده بقى نبدأ مع على طول مع ليفربول. الفريق إنه موسم صلاح، لذا من يريد أن يلعب فليؤدي كل ما وطئت قدمه أرضية الملعب، وهذا يبدأ من الآن. لننافس على الدوري بدلا من حجز مقعد مؤهل إلى أوروبا، علينا أن نصل إلى قمة اللياقة من بداية الموسم، مفهوم؟ يلا كوتينيو. صلاح فين؟ لو سمحت، سمعت بإجازتك للتمتع بشمس صيف ريو، أخذت بنصيحتي وصفيت ذهنك ولم تكثر من الطعام؟ أم نذكرك بطريقة اللعب من جديد؟ أرجوك خليك في حالك. إيه بقى قرارات رأسية؟ تمام. حاجة العودة للأجواء. لا احنا جاهزين. انا بخير يا زعيم ومتحمس للانطلاق. احنا جاهزين يا زعيم. هذا ما احب سماعه هانتر. اوكي خلاص كده احنا دخلنا مع ليفربول، وخلاص هنبدأ مع النادي ونبدأ الكارير. افتكر ان دي هتبقى اول حلقة لينا. قد بدأنا ايها الرفاق. اوكي التدريبات ده العادي بقى. تمام. افتكر كده حلقتنا خلصت خلاص. هنكمل مع بعض الحلقة الجاية ان شاء الله. الستوري بتاعت أليكس هانتر. قولوا لي رايكم في كومنتات ايه، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. هنبدا الحلقه الجايه ان شاء الله مع التدريب والماتش اللي اكيد هيلعبوا الاسين ضد الاحتياطيين، وهنبدا بيه الحلقه الجايه ان شاء الله. انا بشكركم تاني، شكرا، سلام عليكم، اشوفكم في الحلقه الجايه.